أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. الجهاز الفني المنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أعلن قائمة تضم 26 لاعبا لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من 4 لغاية 12 من نفس الشهر، واللي هيتلعب فيه مباراتا إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار ودية تونس. الجهاز الفني المنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استقر على إقامة مباراة ودية بين منتخب الفرنسا والمنتخب الزامبي يوم 12 أكتوبر المقبل بالقاهرة. هتقام ودية أخرى في نفس الشهر أمام الجزائر يوم 17 أكتوبر خارج مصر. الاتحاد المصري لكرة القدم تلقى إخطار من الاتحاد الأفريقي بموعد ومكان الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أفريقيا، وقرر الكاف إقامة مباراة منتخب مصر الأولى أمام جيبوتي في القاهرة في الفترة من 13 ل 21 نوفمبر المقبل بتصفيات كأس العالم. خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي واصل برنامجه التأهيلي قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل، وده من أجل التعافي تماما من الإصابة اللي عانى منها مع ختام الموسم الماضي بكسر في الترقوة، خضع لجراحة في مطلع الشهر الجاري. نادي بيراميدز حقق الفوز في أول مبارياته الودية في معسكر تركيا على نادي ليماسول تي جي القبرصي بنتيجة 8-0 في اللقاء اللي جمع ما بين الفرقتين على ملعب مدينة بوردور التركية. والنادي المصري البورسعيدي تعادل مع الكوكب المراكشي بنتيجة 4-4 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح في أولى وديات الفريق البورسعيدي بمعسكره المقام حاليا بالمغرب. والفريق الأول لكرة القدم بنادي إمبي فاز على فريق الإسماعيلي بنتيجة 2-1 ودياً في المباراة اللي جمعتهم في إطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز. ومنتخب مصر لكرة السلة رجال فاز على منتخب المكسيك بنتيجة 172 في ثالث مباريات بطولة كأس العالم اللي بتقام في الفلبين وتستمر لغاية 10 سبتمبر اللي جاي. حصل إيهاب أمين لاعب منتخب مصر لكرة سلة الرجال على جائزة أفضل لاعب في مباراة المكسيك ثالث مباراة منتخبنا الوطني ببطولة كأس العالم. الدولي النرويجي هالاند لاعب فريق مانشستر سيتي حصل على لقب أفضل لاعب في العام من رابطة لاعبي كرة القدم PFA المحترفين بعد موسمه الأول اللي ساعد فيه فريقه السيتي على الفوز بالثلاثية التاريخية وسجل 52 هدف في جميع المسابقات. كمان حصل بوكايو ساكا لاعب فريق أرسنال على جائزة أفضل لاعب شاب السنة دي من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية للرجال عن مجمل أدائه خلال موسم 2022-2023. فريق النصر السعودي حقق فوز كبير على حساب نادي الشباب السعودي بنتيجة 4-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للموسم الجاري 2023-2024. خلصت نشرتنا الرياضية ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع جمانة وشاذلي. نشكرك هالة، شكرا جزيلا.